كابتن احمد هيتلاس، الف مبروك الفوز. اعتقد اليوم الزمالك حاول ان يعوض خسارته عن الفوز اليوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عشان بس تعرفوا ان فرقتنا رجاله واستحملوا كتير، مفيش اي فرقه في العالم تستحمل اللي احنا فيه ده. انا لغايه دلوقتي ما دفعتش فلوس الاشتراك، كنت ممكن ما العبش النهارده. الاداره مش واقفه مع الفرقه، ولا ماديا ولا معنويا، ولا حد عارف عننا اي حاجه لغايه دلوقتي. انا في لعيبه عاوزه ادخلها على البطوله زي كريم هنداوي، لسه ما دفعتلوش الفلوس عشان احوله. لعيب تاني اشول لسه ما دفعتلوش فلوس. لعيبه ما خدتش فلوس، جهاز ما بياخدش فلوس. لولا جمهور اول مباراه انا ما اخدش لحته المباراه. حجزوا لنا الرياض واحنا المفروض ننزل الدمام، جينا خمس ساعات لقيت الجمهور جايب اتوبيس على حسابه واكل اللعيبه ومساندنا خمس ساعات لغايه ما جابونا هنا الساعه 12، لعبنا الماتش الساعه 1. ليه كل ده؟ اداره عشوائيه، مفيش اداره. انا عارف ان انا هقطع البطوله بتاريخ كذا، كان المفروض يحجز طيران، يحجز فلوس، والفلوس بتاعت الاشتراك البطوله. انا غدرت وما دفعتش فلوس الاشتراك، لو ما دفعتش فلوس الاشتراك مش هلعب المباراه اللي جايه.